وينضم إلينا من الخليل الدكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور معنا في هذه الجولة الإخبارية. وبداية يعني كيف رأيت هذه المناظرة بين المرشحين الأمريكيين وبالأخص تراشق الاتهامات بين الطرفين؟ تحياتي لك ولجميع المشاهدين والمتابعين. يعني رأيتها باختصار هي ما بين مرشحين السيء والأقل سوءا. بالفعل كان هناك ترامب الذي تجاهل تماما الشعب الفلسطيني، ضحايا الشعب الفلسطيني، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأنكر تماما كل ذلك وركز كل اهتماماته على إسرائيل وعلى وكأنه يطرح نفسه للانتخابات الإسرائيلية وليس للانتخابات الأمريكية. على الجانب الآخر كمالا هاريس، نعم لم تعطينا كفلسطينيين حقوقا كاملة بحسب القرارات الدولية والشرعية الدولية، لكن مع على أقل تقدير عبرت عن تعاطفها مع الضحايا الفلسطينيين، عبرت عن إيمانها بحق التقرير المصير للشعب الفلسطيني. لذلك نقول ما هي مناظرة ما بين السيء والأقل سوءا. طيب دكتور عماد، يعني دعني أتجه إلى مصير الحرب على قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في حال فوز ترامب المؤيد والمنحاز تماما لإسرائيل، كيف تراه أو كيف ستعتقد أن يكون؟ يعني واضح تماما ترامب ليس مع فكرة إنهاء الحرب، هو مع الحسم السريع للحرب، وقالها أكثر من مرة. أولا لو كان في الحكم لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، ثانيا لو جرت الحرب وهو في الحكم لا أيد فكرة إسرائيل وسرعة الحسم الإسرائيلي. معنى آخر يريد من إسرائيل أن تقوم بعمليات جراحية قوية سريعة وليست إطالة أمد الحرب. بمعنى آخر يؤمن بضرورة أن تقوم إسرائيل وكأنه بعمليات إجرامية كبيرة تنهي الحرب بسرعة ولا تماطل في ذلك. لذلك نتنياهو عمليا يميل لي أن يكون ترامب، ويفضل أن يكون ترامب هو القادم للبيت الأبيض، لأنه ترامب وقبل أيام عندما صرح بأنه حجم إسرائيل تبدو كدولة صغيرة في وسط محيطها، وكأنه يؤيد بشكل أو بآخر ضم مزيد من الأراضي إلى إسرائيل. كل هذه الطروحات الترامبية تتقاطع تماما مع طروحات اليمين الإسرائيلي وعلى رأسهم نتنياهو. طيب أخيرا دكتور عماد، يعني كيف تابع الشارع الفلسطيني هذه المناظرة، وهل كانوا يعولون عليها في الوصول إلى حل لهذه الأزمة الممتدة والحرب الممتدة لحوالي عام؟ يعني الشارع الفلسطيني منذ فترة فقد اهتمامه وشغفه بموضوع الانتخابات الأمريكية، لأنه راهن على أوباما قبل ذلك، ثم راهن على بايدن، وقلنا بأنه سيكون نقيض لسياسات ترامب، لكن مع ذلك بايدن الآن أنهى ولايته كاملة، لم يقدم شيء للقضية الفلسطينية، بالعكس قدم كل أنواع الأسلحة لإسرائيل، وبالتالي الشارع الفلسطيني لم يعد مكترثا أو مهتما بالانتخابات الأمريكية، لم يعد يفرق الآن ما بين حزب ديمقراطي وحزب جمهوري، كلاهما يعلن وبشكل واضح تأييده الكامل لإسرائيل، تأييده المطلق لإسرائيل، ويختبئون الآن خلف عبارات فضفاضة حول حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني، فلم تعد هناك بالفعل ثقة ما بين الشارع الفلسطيني وأي من الأحزاب الأمريكية المتنافسة على الانتخابات. أشكرك شكرا جزيلا من الخليل دكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية.